يوم 25 يناير كان في دعوه على الفيسبوك اللي احنا ننزل الشارع. كان دوري اللي انا احد شباب مهارتي الشعبيه، وكنا زي ما قلت لك الحق في السكن، وبنناضل عشان خاطر المنطقه ما تتباعش للمستثمرين. فمره واحده راحوا مطردين الناس من البيوت وقال لك كله يمشي وهنديكم شقق. لازم يتحاكم اللي يهد تربه، لازم يتحاكم، ولو ما تحاكمش من الحكومه هتحاكم من ربنا. ده كان المشكله ان احنا مش عايزين نطلع من منطقتنا، بس ايه دي مشكله؟ الشعب تاني، الشعب تاني، العيشه بقت خلف، العيشه بقت خلف. ليها كذا شارع وكذا مدخل، فكان اقرب حاجه واقرب منطقه لميدان التحرير، فكان بيستخبى فيها الشباب الثوره وكده. لازم نبقى في وسط شعب، شعب وناس نعرفهم ويعرفونا. ما ينفعش نخش على تراب وعلى ارض فاضيه، ما ينفعش. بولا ابو العيله ترابها جنه، اللي يطلع منها بيموت زي السمك اللي بيطلع من البحر. ناسها اهالي المنطقه هم اصحاب الباقي، اصحاب بولا. ما بيتطيش أبداً.